السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بي معكم في قناة لالا مولاتي. لي الشرف أنني نبان معكم في هذه القناة وشكرا لكم على الاستضافة. أنا زينب من قناة بوسيس كويزين شهيوات أم نزار، 22 سنة، أم لثلاثة أطفال وزوجة وربة بيت. فكرة ولوجي العالم ديال اليوتيوب هو انني كنت يعني بحال اي ربة بيت كنقلب انني ندير شي حاجة من داري او لا نخدم من داري، فدائما كان عندي يعني الحاجة الوحيدة اللي كنت كنفكر نخدم بها هي الطياب، هي الطبخ. كنت فكرت بزاف الحاجات انني نديرهم، ولكن كانت الظروف ما كتساعدنيش بحكم ما عندي جوج ديال الوليدات. كانوا عندي ثلاثه الوليدات، ولكن جوج الوليدات عندي حدا بعضياتهم، يعني بيناتهم غير العام. هذا علاش ما كنتش كنقدر نخدم او لا مثلا نخدم طلبيات او لا هذا كبار. صافي قررت ندير اليوتيوب بالمشاركه ديال الفكره، شاركوني بها الصديقات ديالي الله يجازيهم بخير، هما اللي كانوا كيشجعوني وتيقول لي غير ديري زينب اليوتيوب راه غادي تنجحي ان شاء الله، حنا متاكدين انك غادي تنجحي فيه. وخديت الفكره ديال اليوتيوب في الاول ما خديتهاش بجديه بصراحه. كانت عندي قناه قبل من هذه، كنت درت واحد القناه، ولكن كان كصحابي اليوتيوب ساهل، كنت كناخذ دوك ستوريات اللي عندي في الانستغرام. كنت بعض المرات كندير ستوريات في الانستغرام تنبقى نوريهم الطريقه ديال شي وصفه هكي درت ليها من البدايه حتى للشكل النهائي. كنت كناخذ دوك ستوريات اللي عندي مسجلين في الانستغرام كنجمعهم بحال الفيديو وكنلوحهم في اليوتيوب، كان كسحب ليا غنقدر ننجح بهذه الطريقه واني ما نخدم ما غنتعب. ولكن كانت الفكره غالطه بزاف، هو حقا كاين التعب بزاف في اليوتيوب وخاصك تخدمي بزاف باش تنجحي. صافي وبديت كنخدم، مسحت هذه القناه وفتحت هذه القناه الجديده وبديت كنخدم عليها الحمد لله، وكانت النتيجه زوينه واخا كاين شويه ديال التعب ولكن النتيجه زوينه. المحتوى ديالي هو محتوى طبخ بصفة عامة، يعني كندير غير الطبخ. مرة مرة إلا كانت عندي شي عرضة ولا شي فرحة كنشاركها معاهم. يعني بالنسبة لي القناة ديالي هي الوصفات البسيطة والسهلة والسريعة. كنحاول نبسط على المتتبعين ديالي الوصفات، وبعد بعض المرات كندير شي وصفة كشوية زايدة في الثمن وكينوضو يقول لي خليك في الاقتصادي بركة علينا. وكنحاول هكا نمشي على حسب ربة البيوت، يعني كنتخيل راسي انا الا دخلت اليوتيوب خاصني ناخذ شي وصفه اللي نديرها في المنزل ديالي، يعني ما عندي لا ضياف لا والو. كنحاول نمشي مثلا نحضر واحد المائده ديال الكوتي او لا غدا وجبه غداء او لا وجبه عشاء وكوتي، وكنحاول يعني هكا باش المتتبعه الا دخلت عندي غتلقى عندي داكشي اللي بغات وتلقى داكشي يعني اقتصادي. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم. صناعة المحتوى بالنسبة لي هو الإنسان، يعني أي واحد دخل يوتيوب يصنع محتوى نقي ويصنع محتوى زوين وشي حاجة اللي تكون إيجابية على المتتبع واللي يقدر يستفد منها وهو كيتفرج فيك. يعني اللي دخلت عندك مثلا واحد الأخت غتفرج فيك غتاخد شي حاجة تستفد منها، وفي نفس الوقت تخرج من الفيديو ديالك بطاقه ايجابيه، حيت الله يحسن العوان كاين اللي كيكون مقلق او لا هذا كيدخل اليوتيوب غير باش يفوج. فهذا علاش انا دائما كنحاول نعطي الطاقه الايجابيه ونعطي شي حاجه اللي غيستافدوا منها المتتبعين ديالي. لا ما عنديش مدخول اخر من اليوتيوب لانني ما كنخدمش انا على برا، الخدمه ديالي حاليا هي اليوتيوب. فاليوتيوب هو كنعطي فيه الهوايه ديالي، ولكن في نفس الوقت معتمده كمهنه انني كنخدم يعني خدامه في اليوتيوب. هو الصراحه ما كاينش ارباح خياليه في اليوتيوب كيف ما كيداول عند بزاف ديال الناس بانه كاين ارباح خياليه بزاف. لا كاين ارباح الحمد لله، الحمد لله ونشكره على الارباح ديال اليوتيوب، ولكن ماشي خياليه كيف ما كيتوقعوا بزاف ديال الناس. هو اليوتيوب كيعطيك على حسب الخدمه ديالك، خدمتي مزيان وعطيتي الفيديوهات اللي هما زوينين وغيعجبوا الناس وغيتفرجوا فيهم مثلا من الاول حتى الاخر كيكون الارباح مزيانين.
كانوا الفيديوهات مثلا مره متقطعين، مره في شحال يعني، اولا مره في الشهر، اولا مره في واحد المده اللي هي طويله، فتكون الارباح عاديه جدا، يعني ارباح اللي هي بسيطه. الفكره ديال المشاركه في مسابقه ديال الطبخ بالنسبه لي كانت حلم، يعني كنت بحال كانت عندي بحال حلم، يعني كنت كنتمنى انني نكون حتى انا في التلفازه ونبان في التلفازه ونشارك وننجح، ولكن هذا الحلم هذا كان كيجيني صعيب باش نحققه. علاش؟ لانني انا عندي وليدات صغار، فما نقدرش نخليهم ورايا ونمشي شي بلاصه واحده اخرى باش مثلا نحقق هذا الحلم هذا. هذا الحلم بحال اخرته واحد شويه، خليته من هنا لقدامي ان شاء الله الى كبرت شويه وكبروا وليداتي وبداو كيعرفوا نقدر نعتمد عليهم يبقاو مثلا في الدار هكا، نقدر داك الساعه نمشي نشارك، علاش لا، نحقق هذا الحلم. القدوه ديالي في مجال الطبخ هي الام ديالي، الله يخليها ليا. الام ديالي واحد الانسانه بسيطه، كانت كدير لنا طبخات اللي هي بسيطه بزاف، كتكون بنينه، يديها بنينه كيف كنقولوا، ويمكن انا طلعت كنشبه ليها. كنفتخر لانني كنشبه الام ديالي، وكنفتخر لان الام ديالي هي القدوه ديالي، القدوه ديالي في الطبخ، ولو هي كانت كتعلمني اشياء اللي هما بسيط، وانا حاولت نطور من نفسي وحاولت ندخل وصفات اللي هما جداد، حاولت يعني نزيد براسي القدام، ولكن كتبقى دائما الام ديالي هي القدوه ديالي، وكنفتخر بها، وكنبغي نقول لها كنبغيك يا امي ولهلي خطاك عليا، الله يطول لي عمرك. بالنسبه للهجره للديار الاسبانيه، انا جابني الزوج ديالي، هو قبل مني هنايا بسنين، وبحكم انا كنت في المغرب وهو كان هنايا، فجابني حداه باش نجمعوا الشمل ديالنا مع بعضياتنا ونجمعوا العائله كيف كنقولوا. فما كانش الهجره ديالي هنا بوحدي، اولا جيت بوحدي، ولا كانت على يعني على ود شي حاجه، لا، جيت باش نجمع الشمل ديالي مع العائله ديالي ونكونوا كنكونوا واحد الاسره مغربيه بسيطه وصغيره. سبب الغياب ديالي على منصه اليوتيوب واحد الفتره هو كنت قبل ما نمشي للمغرب، يمكن انا كنقاطع بزاف المرات، ولكن ما كنقاطعش مده طويله، يعني كتكون عندي يا اما كنكون مريضه، يا اما كيكون عندي شي واحد في وليداتي مريض، كنحاول حتى كنوقف على رجلاتي، ولا هكا الا كان عندي وليد ديالي مريض راه كنحاول حتى يبرى ليا ولدي عاد نعاود نوض نرجع نصور ونخدم. ولكن المده اللي قاطعت فيها تقريبا ماشي بزاف، تقريبا واحد المده ديال 20 يوم، هي قبل ما نهبط للمغرب. كيف كتعرفوا توحشنا المغرب بزاف، مده 3 سنين ما هودناش المغرب، توحش الام ديالي وتوحش العائله ديالي، فكنت كنوجد بواحد الفرحه ونسيت اليوتيوب، وبقيت كنوجد باش نهبط نشوف الوالده ديالي حيت مده طويله ما شفتهاش، والحمد لله مشيت وشفتها وشفت المغرب وشفت الحباب وشفت عجوزتي وشفت عائلتي، وكان واحد الفيديوهات اللي هما زوينين بزاف ولقاو اقبال كبير عند المتتبعين، وكنبغي نشكرهم بزاف، ونتمنى نبقى دائما نمشي للمغرب باش الفيديوهات اللي تما كيعجبوا المتتبعين ديالي. انا كأم كندير كنحاول نكون ام يعني في المستوى، ونكون ام صالحه لوليداتي، كندير جهد كبير باش نرضي وليداتي ونرضي العائله ديالي، كنحاول نرضي العائله ديالي يعني بشتى الطرق، كنعطي من كل جهدي باش نكون ام مزيانه ونربي وليداتي مزيان، وكنحاول من نميلش غير على جهاد اليوتيوب او غير الخدمه ونسى وليداتي ونسى العائله ديالي، لا، كنحاول يعني نبقى غدا متساويه، نبقى غدا ها اليوتيوب ها ولادي، ها الخدمه ها ولادي، ها الدار في الوسط، يعني كنبقى غدا مقاده في الحياه ديالي باش كل واحد كنعطي الحق ديالو، وكنتمنى نكون عند حسن الظن حتى ديال وليداتي ان شاء الله، ونربيهم احسن تربيه ونوصلهم فين كنتمنى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هو اي حاجه في الحياه بصفه عامه كنبغيو نبداوها من الزيرو كتكون صعيبه، هي الحياه كلها صعيبه من الزيرو، الانسان كيبدا من الزيرو كتكون صعيبه، بدايه المحتوى ديالي كانت صعيبه بزاف، وكنت يعني بحال غدا بشويه عليا، غدا بحال السلاح فات.
كنت غاده بشويه، كنجمع دوك السوايع بشويه عليا، وكنخدم بشويه عليا، وكنقول بقى العام طويل، اللي بغى ينجح العام طويل. يعني لدرجه ان هذيك 4000 ساعه كاين بعض البنات كنت كنعرفهم كيجمعوها في شهر في شهرين، كاين اللي كيجمعها غير سيمانه، انا يجمع ساعه العام واربع شهور. قلت لكم كنت غاده بحال السلاح، بس كنت غاده ثقيله، ولكن كيف كنقول دائما كنت باغي نبني قناتي على الصح وعلى المعقول، وما كنتش باغي نبنيها على يعني كيف كنقول بالزربه بالزربه، كنقول شويه بشويه درجه بدرجه كي كنطلعوا. بالنسبه للتعاليق او للانتقادات، نقدر نقول لك بالنسبه لي انا التعاليق السلبيه عندي في القناه ديالي واحد 5%، هذيك 95% كلها ايجابيه. تقريبا الفيديو كامل كنقدر نلقى فيه واحد تعليق، كاين الفيديو اللي ما كنلقاش فيه حتى شي تعليق سلبي، وكاين الفيديوهات اللي كنلقى فيهم تعاليق كيعلقوا على بعض الحاجات. كناخذ التعاليق البناءه كنخدم عليها، كنحاول نبدل ديك الحاجه اللي ما عجبتش هذاك المتتبع. بعض المرات كنجاوب هذاك التعليق السلبي بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، ما كنجاوبوش بنفس الطريقه ديالو، كنحاول نجاوبو بطريقه مزيانه. شحال من مره وقعت لي في شي تعاليق انهم كيعتذروا، كيقول لك سمحي لنا ما كناش بحال واحد الاخت مثلا كنت هضرت معاها، واش انتي حاضيه غير اليوتيوب، واش ما عندكش لا دارك لا ولادك، واش ما كتشقاي، ما كطيبي، ما كتقابلي ولادك، مقابله غير اليوتيوب. فقلت لها جاوبتها بواحد الجواب، هو انه انا خدامه بحال خدامه في شي ريستوران، كنفيق في الصباح عارفه راسي تابعاني واحد الخدمه خصني نقضيها، كنقضي الامور ديال وليداتي، ودائما عندي ولادي هما المرتبه الاولى، يعني بالنسبه لي ولادي هما المرتبه الاولى. عاد كنشوف الخدمه ديالي وكنحاول نعطي فيها كامل جهدي باش نكون ناجحه. وبالنسبه للتعاليق كيف قلت لكم التعاليق السلبيه ما كناخذهاش كامله، يمكن عندي المناعه على التعاليق، ولكن كناخذ منهم اللي يقدر يزيد بيا القدام. بالنسبه لي التعاليق السلبيه حتى هي داخله في النجاح، يعني ضروري ضروري تسمعي شي حوايج ما يعجبوكش باش تنوضي توقدي راسك وتنوضي تزيدي القدام. بل واش كنت متوقعه النجاح ديال المحتوى ديالي؟ نقدر نقول لك كان عندي امل كبير في الله سبحانه وتعالى هو الاول، انني غنجح. كنت كنقول ما يمكنش انا كنتعب التعب كامل وما نجحش، واخا كان النجاح ديالي طويل، ما نقولش طويل بزاف، ولكن يعني كنت كنخدم، كنت تقريبا كنلوح فيديو كل نهار، غير مؤخرا ما بقيتش كنقدر، لان بحال تقول كبروا الوليدات شويه ولاو مشطونين وكثرات المسؤوليه، وليت كنحاول نمشي على قد الجهد ديالي. اما في الاول يعني كنت عاطيه الجهد كيف كنقولوا، وكنحاول ننجح المحتوى ديالي باي طريقه، ودائما كنت كنحاول نمشي يعني بطريقه مزيانه باش ننجح، واملي دائما كنت دائما كنتامل خير. كل فيديو كنحطه كنقول هذا الفيديو يقدر يطلع، وكيجي واحد النهار وكيطلع لك شي فيديو، الحمد لله كان جا واحد الفيديو وكان طلع تبارك الله المليون، وهذاك هو هذاك هو الفيديو اللي كان لونساني كيف كنقولوا، يعني هو اللي طلعني. وكان اصلا خدمت لواحد الانسان اللي هي عزيز على قلبي بزاف، وشحال دعات معايا، وسبحان الله الدعوات ديالها وصلوا، ونعست وكنت عيانه، كنت خدمت واحد الطلبيه ونعست وانا عيانه، وفقت لقيت الفيديو فيه 500,000، وجاتني بحال الحلم، يعني كنقولوا انا بصح كيف ما كاين شي غلط. وكندخل عند البنات اللي كنعرف كنقول لهم دخلوا عافاكم شوفوا واش الفيديو شحال طالع فيه من مشاهده، تيقول لي راه فيه 500 وكذا، ولكن 520 واحد 521، وما صدقتش في الاول، ولكن الحمد لله من بعد صبر طويل كانت النتيجه زوينه الحمد لله. الفرق في العيش ما بين اسبانيا والمغرب هو البعد على العائلة، يعني هنا دائما كتلقى راسك بعيدة على العائلة ديالك، ولكن كنشوفو حتى كنعيو كنقولها طريق ديال الخبز، الإنسان كيتباع طريق ديال الخبز في المكان. وأهم حاجة هو حنا ما ناسينش بلادنا، بلادنا راها في القلب وفي الدم وفي العقل، ولحقاش فيها عائلتنا وكبرنا فيها، وبلادنا عمرنا كنساوها واخا ما عرفت فين نمشي، تيبقى المغرب الحبيب تاج فوق راسي. طبعا طبعا
محافظه على التقاليد المغربيه، تتعجبني الثقافه المغربيه بزاف، وكنفتخر بالثقافه المغربيه ديالنا خصوصا في الاعياد المناسبات. الا كانت عندي مثلا شي عراضه في الدار او عرض على الصديقات ديالي، كنحاول ندير اللمسه المغربيه في داري او في المائده ديالي، كنحاول ندير هذيك اللمسه المغربيه، وسنفرح بزاف مني كندير اللمسه المغربيه في المائده ديالي في العراضه او في العيد. طبعا كنعلم وليداتي اللهجه المغربيه لانها شي حاجه مفروغ منها ضروري، يعني ولادي كيهضروا غير بالمغربيه في الدار. كان عندي ولدي الوسطاني، وليد الصغير مازال باقي ما كيتعلمش يهضر. ولدي الكبير واخا ما شاء الله كيهضر الاسبانيه مزيان، ولكن في الدار كنهضروا غير بالدارجه ديالنا. الدارجه كيقول شي كلمات بالاسبانيه، ولكن كنحاول دائما الدارجه المغربيه ديالنا تكون غالبه، ولحقاش انا اصلا ما عنديش اللغه الاسبانيه لان براسي الله كنتعلم، فمضطرين هما يهضروا معايا باللغه الدارجه المغربيه باش نفهمهم. انا شحال مره ولدي كيقول شي كلمه ما كنفهموش، نقول لا قولي بالعربيه، شنو هي بالعربيه، باش كنحاول نتواصل مع ولادي ونفهمهم ويفهموني. هي الدارجه المغربيه، طبعا الدارجه المغربيه معنا حتى الموت. بمناسبه ذكرى المولد النبوي، كنبغي نقول لكم اولا انتم شكرا على الاستضافه، وكنبغي نشكر المتتبعين ديالي، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، كنتمنى نكون نبان لكم في واحد الصوره اللي هي زوينه، ونبقى دائما عند حسن الظن ديالكم. وكنشكركم بزاف لانكم كتخليوا لي تعاليق جميله اللي كتعطيني الطاقه الايجابيه، واخا نكون فاشله كنقرا دوك التعاليق، كنوض كنجمع الوقفه وكنحس بالطاقه الايجابيه دخلت لي في الجسم ديالي، وكنوض وكنوقف وكنخدم، كنقول كيف ما هما كيبغيوني حتى انا خصني نعطيهم هما شنو كيبغيو. الوالدين ديالي ما عمرهم غيكونوا في كلمه. الوالدين ديالي ما كايناش شي كلمه كتوصف الام ديالي. الاب الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه، مات وانا مازال صغيره تقريبا في عمري 5 سنوات. فالام ديالي فيها الام وفيها الاب وفيها السند وفيها الحياه بصفه عامه. امي هي الحياه، ما كنتخيلش راسي بلا امي، وكنبغي نقول لها شكرا امي انتي الحبيبه اللي خطيك عليا، والله يخليك ليا تاج على راسي، وتنتمنى نتلاقاك في اقرب وقت، تنتمنى ربي ييسر الامور ونتلاقاك في اقرب وقت ان شاء الله. وكنبغي نقول لك الله يطول عمرك والله يخليك لينا. طوندونس بالنسبه ليا هو واحد الحاجه زوينه كتفرح مني كتلقاي راسك في المحتوى الرائج، كتحسي بواحد الفرحه زوينه بزاف، لانه هو طوندونس داخل في اطار النجاح، يعني داخل في اطار النجاح. مني كتطلعي الطوندونس كتحسي بواحد الفرحه، كتحسي براسك درتي شي حاجه اللي هي زوينه وعجبت الناس بزاف وشافوها الناس بزاف. ونتمنى نكونوا دائما عند حسن الظن ديالهم. بالنسبه للمشروع بصراحه المشروع في المغرب شي حاجه اللي هي بحال الحلم، يعني كنتمنى حتى هو نحقه، حيت هو الحياه كلها احلام، يعني كتلقى الانسان عنده بزاف ديال الاحلام وكيتمنى يحققهم كاملين، ولكن صعيب باش الانسان يحقق الاحلام ديالو كلهم في واحد الفتره وجيزه، ضروري شويه ديال الصبر، ومن حد الانسان تيزيد في العمر وهو كيحقق في الاهداف ديالو في الاحلام ديالو. بالنسبه للمشروع في المغرب هو داخل في الاحلام ديالي، يعني حلم من احلامي، ولكن حاليا كيجيني صعيب. كيف كنقول دائما عندي وليدات صغار، ويلاه كنحاول نبني شخصيتي وكنحاول نبني راسي، يعني مستقبلا كنتمنى من الله يسهل عليا علاش لا، وندير شي مشروع في بلادي يكون باللمسه المغربيه ونعطي فيه من قلبي. والفكره المشروع مع مرات حيدت لي من راسي، دائما كنفكر انني ندير شي مشروع، لان المشروع ديال اليوتيوب راه ما دايمش. كنحاول وكنفكر ندير شي حاجه ان شاء الله من القدام اللي نقدر نعيش بها انا ووليداتي، يعني دائما، واللي نقدر نبقى كناكل منها طريف ديال الخبز كيف كنقولوا، حيت اليوسف راه ما دايمش لينا، غيجي واحد النهار وغادي يمشي. و
واش كنفكر نوقف على اليوتيوب، هي هاد الفكره فوقاش كتجي؟ كتجي مني كتكوني عييتي، ولا كتجيك واحد اللحظه ديال الفشل كتقولي صافي انا غنوقف؟ ولكن بكل صراحه ما كنتمناش نوقف دابا. علاش؟ باقا باغي نعطي بزاف ديال الحاجات اللي غيستافدوا منها الناس، باقي جايين افكار جديده، جايين حويجات ليهم زوينين ان شاء الله، انا كنخدم عليهم دابا. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديال المتتبعين ديالي، وهو اكيد غادي نوقف واحد النهار، ما يمكنش ما عمرني غنوقف من اليوتيوب، لا ضروري غادي نوقف واحد النهار، لان احنا كنتقدموا في السن، الافكار ديالنا كتقل كتنخفض، ما كيبقاش عندنا الجهد باش نخدموا كيف ما كنخدموا دابا. وطبعا ما غاديش نبقى في اليوتيوب حياتي كامله، راه غيجي واحد النهار غادي يتوقف اليوتيوب، كنتمناو يتوقف بطريقه زوينه. عندي صديقات هي عندي بعض الصديقات، ماشي بزاف، ولكن يمكن عندي صديقات في ارض الواقع اكثر، اللي هما مقربين ليا بزاف وعرفوني شنو هو معنى الصداقه. كنبغي نشكرهم بزاف كاملين، لانهم عوضوني على الفراغ العائلي اللي انا عندي هنايا، لان ولو كتكون عندك العائله وكتكون بعيده ماشي بحال ملي كتكون حداك. فهاد الاخوات، انا كنقول لهم اخوات ماشي صديقات، كنقول لهم الاخوات، كنعطيهم اللي في قلبي وهما كيعطوني اللي في قلبهم، وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف، والله يداومها محبه لوجه الله سبحانه وتعالى. الكلمه الاخيره اللي غادي نقول في هذا الفيديو هو شكرا لكم انتم بعدا، قناه لالا مولاتي على الاستضافه. لي الشرف انني نبان في قناه نقيه بحال القناه ديالكم، وكنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله. وكنبغي نشكر المتتبعين ديالي اللي غيشوفوا هذا الفيديو، كنبغي نكون خفيفه على قلبكم، نكون خفيفه الظل على قلوبكم، كنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف، وكنبعد لكم نفس الشعور، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ودائما نبقى انا هي انا، وتشوفوني انا هي انا. مع السلامه وشكرا لكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.